أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن مصر تواصل إطلاق قوافل المساعدات الإنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة، حيث يعمل معبر كرم أبو سالم على استقبال المساعدات مع نقلها إلى سكان القطاع بعد الانتهاء من مراحل التدقيق. وأفاد مراسلنا بأن معبر كرم أبو سالم قد استقبل اليوم أكثر من 250 شاحنة محملة بأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية. ارتفاع كبير خلال الفترة السابقة في أعداد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، سواء من معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح. نتحدث اليوم عن ما يزيد عن 300 أو بتحديدا 328 شاحنة تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، سواء من مدخل أو معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح البري. تحديدا من معبر كرم أبو سالم وصلت أعداد الشاحنات التي دخلت لهذا المعبر إلى 284 شاحنة خضعت لعملية التدقيق، وما زالت تخضع الكمية المتبقية ولتصل إلى قطاع غزة. وأيضا عن منطقة أو معبر رفح البري استقبل اليوم 44 شاحنة بعدما تمت الانتهاء من التدقيق في منطقة العوجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعادت مرة أخرى إلى معبر رفح لتواصل طريقها إلى الدخول إلى الأراضي الفلسطينية. جهود كبيرة في الحقيقة تبذلها مصر في يعني خلال فترة الحرب التي امتدت لما يزيد عن 6 أشهر حتى الآن، لإدخال هذه المساعدات أو أيضا التنديد في المحافل الدولية لإيقاف الحرب المستمرة على قطاع غزة. نجحت مصر تحديدا في يعني زيادة أعداد الشاحنات التي تدخل إلى غزة، سواء من معبر رفح البري أو من معبر كرم أبو سالم، وهذا يعني تكليم كبير للمساعي الدولية التي تسعى إليها مصر من خلال التنديد في المحافل الدولية لإيصال هذه المساعدات. نتحدث أيضا عن 15 إصابة استقبلهم معبر رفح اليوم، وتم اتخاذ اللازم من قبل هيئة الإسعاف المصرية التي تتأهب على مدار الساعة أمام المعبر لاستلام هؤلاء المصابين، ومن بعد ذلك يتم تحويلهم إلى المستشفيات المصرية، سواء مستشفيات شمال سيناء أو مستشفيات القاهرة، وإن كانت هناك حالات تستدعي إلى التحويل للمستشفيات القاهرة لاتخاذ اللازم أو يعني عمل برنامج علاجي مع هؤلاء المصابين. نتحدث عن ما يزيد عن 3800 مصاب استقبلتهم مصر ويخضعون الآن لعملية علاج داخل المستشفيات المصرية. نتحدث أيضا بأن عملية يعني أو آلية إيصال المساعدات إلى معبر رفح تحديدا يعني تقوم يعني السلطات المصرية ب يعني مواصلة إيصال المساعدات عن طريق بأن السماح لها بالمرور بجوار معبر رفح، ومن بعد ذلك مواصلة طريقها لمنطقة العوجة لتخضع عملية التدقيق في منطقة العوجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بعد ذلك تعود مرة أخرى إلى معبر رفح بعدما يتم السماح لها للدخول إلى الأراضي الفلسطينية. جهد كبير تبذله مصر، وبالتالي من هذا الجهد تكلل في ارتفاع أعداد يعني الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة حتى الآن. من معبر كرم أبو سالم، أيمن عماد، هنا القاهرة عاصمة الخبر.